من نتحدث عن تنمية يكون إنسان هو الشعب هو هدفه. طبعا تفترض نظام اجتماعي كامل يعني يتبنى العدالة ويتبنى حقوق الناس ويمنع الاستغلال ويمنع الاستثمار كلها. وأنا أعتقد أنه هذه الآن هي الصفي مصلحة البشرية، والإنجازات اللي تصير اليوم شافها بالصين حقق إنجازات كبرى، والشعب كله قاعد ينهض وترتفع مستوياته وليس يصب لهذه المكاسب الكبيرة والإنجازات بدل الصب بفئات معينة. وهذا معناته النظام الاجتماعي والاقتصادي إذا يحقق فالمكسب نجاح حقيقي في أن يجعل الشعب كله مستفيد ويوظف هذه الثروات والفوائض التي يخلقها والنتائج التي يوظفها في اتجاه تحقيق المستويات الأعلى للمعيشة، بناء البنى التحتية، ارتقاء بالحياة الثقافية وغيرها من الأمور. وهذا أنا أعتقد المسيرة ينبغي أن تتطور وتشمل كل الميادين، يعني البناء الثقافي، البناء السياسي إلى آخره. هذه كلها حتكون ربما هذا جزء وأساسي من عملية الارتقاء بتطوير الشعب. الشعب يرتقي مستوى معيشته اقتصاديا، اجتماعيا، مؤسسيا، إبداعيا إلى آخره. فأنا أعتقد هي حضاريا الصين سائرة باتجاه تقدم حضاري، وأكيد تواجه تحديات وتواجه صعوبات، ولكن ما تحققه كله يمثل لك إلى يشير لك إلى مستقبل واعد.